أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب على الدعم والمساندة لمسارات العمل البرلماني الخليجي المشترك. ودعا رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، دعا إلى مزيد من التنسيق تجاه القضايا الداعمة لتنمية وازدهار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وترأس رئيس مجلس الشورى وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الخليجية، مشددا على تنامي أطر التعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانات والمجالس التشريعية في دول مجلس التعاون. لدينا اجتماع خليجي لدول مجلس التعاون للتنسيق وترتيب مواقفنا فيما يتعلق بهذه الأجندة، والحمد لله نحن بيننا توافق تام. طبعا مثل هذه المؤتمرات هي مؤتمرات مهمة جدا. اليوم نحن موجودين في الاجتماع التنسيقي التحضيري للمجموعة الخليجية، ونأمل من هذا الاجتماع إن شاء الله أن نطلع برأي موحد ونحضر للبرلمان الدولي. طبعا في بعض النقاط الطارئة أو الطلبات الطارئة في الأجندة.